أبقيت على الحسن العبق فالورد تضوى وتلقى حسن يا رب لنا الخلق طير فلا يحوينا زقا فيت على الغصن العبق فالورد تضوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهير فلا يحيل زقا حسن يا رب لنا الخلق فالعبد بأخلاق سبقا فإذا على الحسن العبقى فالورد تضوع وتلقى حسن يا رب لنا الخلق طهيره فلا يهين زقا أثبيت على الحسن العبقى فالورد تضوى وتلقى حسن يا رب لنا الخلق طهيره فلا سيكون الأقرب في رفقا فإذا على الحسن العبقى فالورد تضوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهيره فلا يحيل زقا فإذا على الحسن العبقى فالورد تضوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهيره فلا يهوينا زقا ربنا صلي صلي وسلم على نبينا نبينا المعلم ربنا صلي صلي وسلم على نبينا نبينا المعلم محمدين والملزين محمدين والملزين محمدين والملزين في سلك منهج القويم ربنا صلي صلي وسلم على نبينا نبينا المعلم.
خلقت بالخلوق.
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.